لننظر. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ما يتحمله من أمر الدعوة والرسالة كيف يخاطب أخا صغيرا لأنس ابن مالك وكان في يده الطائر الصغير الذي يعرف بالنغير، فيقول له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يشارك هذا الطفل اهتمامه، ثم يخاطبه بكنية فيها تحبيب، ثم يسأله عن ذلك الطائر الذي في يده. لو واحد منا احنا اليوم وشاف طفل يلعب، أول شيء عاد اصطار صفعة، ثم ايش تبغى له هذا العصفور جالس تعذبه وماسكنه وحابسنه؟ بينكسر خاطر الطفل وتجيه فتوى لا أصل لها من الدين ولا من الشرع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إلى الآن كثير من الفقهاء فيما يتعلق بمثلا يعني اقتناء بعض الطيور أو بعض الحيوانات الأليفة يتخذ موقف، وأنا لا أعرف لماذا. يعني لو رأى أشهر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اسمه، ما كنيته، أبو هريرة، لهرة كانت عنده. وهذا أخ لأنس ابن مالك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتب عليه أن في يده عصفورا يلعب به، ثم يشاركه هذا الاهتمام. رأيت فيما مضى كيف أنه يلاطف السيدة عائشة، قال: لبنات كن في يدها، ثم يقول: ما هذا، حصان له جناحان؟ فقالت: أما علمت أنه كان لسليمان بن داود حصان له جناحان؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن لم ينهرها ولم يعنفها ولم، وخاطبها باللغة التي تدخل على نفسها، تدخل في نفسها السرور والانشراح والانبساط. هذا ما نحتاج إليه، أن نكسر هذه الحواجز، وأن يدرك الآباء والمعلمون والمربون والوعاظ أن الخطاب ينبغي أن يكون خطابا متناسبا مع لسان الشباب ومع عقولهم واهتماماتهم اليوم.